بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة الأحباب الكرام في الحلقة 19 من هذه السلسلة المباركة عن الخلفاء الراشدين. بداية أشكر إدارة البيت الحمصي على إتاحة الفرصة لي لتقديم هذا الموضوع المهم المهم جدا جدا، وخاصة في هذا العصر. وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى انتهاء معركة الجمل التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم بالقرب من البصرة. انتهت المعركة كما تعلمون بذلك الوضع المأساوي الحزين. ولما انتهت هذه المعركة صار سيدنا علي رضي الله عنه يمر بين القتلى، فوجد طلحة بن عبيد الله فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب على وجهه: عزيز علي أن أراك مجدلاً تحت نجوم السماء أبا محمد. وبكى علي رضي الله عنه وقال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. وكذلك رأى علي رضي الله عنه محمد بن طلحة فبكى، وكان محمد بن طلحة يلقب بالسجاد من كثرة عبادته رضي الله عنه. وكل الصحابة بلا استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقع. وابن جرموز هذا دخل على علي ومعه سيف الزبير يقول: قتلت الزبير. فلما سمعه علي قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، ولم يأذن له بالدخول عليه. ولما انتهت المعركة أخذ علي رضي الله عنه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرسلها معززة مكرمة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال علي: فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال ابن حجر في فتح الباري: سنده حسن. ففعل علي رضي الله عنه ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم أيها الأحباب بعد أن انتهينا من معركة الجمل التي حصلت في السنة السادسة والثلاثين للهجرة، حديثنا اليوم عن معركة مهمة حزينة كذلك حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عن معركة
صفين. صفين أيها الأحباب منطقة قرب الرقة على شاطئ الفرات، آخر تخوم العراق وأول أرض الشام، وهي حاليا تتبع سوريا. هي الآن صفين بلدة أو منطقة تتبع لسوريا. لما انتهى علي رضي الله عنه من معركة الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة، دخلها يوم الاثنين 12 من رجب سنة 36 للهجرة، أرسل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أرسله إلى معاوية رضي الله عنه في دمشق يدعوه إلى طاعته. فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم فيما يطلب علي رضي الله عنه، فقالوا لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إلينا أو يسلمهم أو يسلمهم إلينا. فرجع جرير إلى علي بذلك، فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر، وخرج منها أي خرج من الكوفة فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام إلى العراق. وقد أشار عليه ناس أن يبقى في الكوفة ويبعث غيره إلى الشام، فأبى سيدنا علي رضي الله عنه. وبلغ معاوية رضي الله عنه أن عليا تجهز وخرج بنفسه لقتاله، فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه، فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية صفين، وتقدم علي رضي الله عنه بجيوشه إلى تلك الجهة، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة 36 للهجرة. وبدأ القتال في ذي الحجة بمناوشات ومبارزات، ثم تهادنوا في المحرم سنة 37 للهجرة، واستؤنف القتال بعده، وقتل في هذه الحرب 70,000. وقتل في هذه الحرب 70,000، وكانت الوقائع 90 وقعة في 10 أيام. وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال ونبل الاتصال عند التهادن والراحة، ثم كتب التحكيم يوم الثالث عشر من صفر سنة 37 للهجرة، على أن يعلن الحكمان حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها اسمه إذرح. طبعا دومة الجندل الآن في شمال المملكة العربية السعودية، بينها وبين سكاك الجوف 50. نعم، نأتي الآن أيها الأحباب الكرام نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأتي الآن إلى موقف معاوية رضي الله عنه ومن معه من علي بسبب ما أحاط بيعته من غموض وظروف الفتنة وكون المدينة تحت سلطة المجرمين واحتلالهم.
ووجود قتلة عثمان رضي الله عنه في معسكر علي رضي الله عنه. وجود هؤلاء القتلة في معسكر علي حقيقة لا يماري فيها أحد، بل إن الأشتر وهو من رؤوس البغاة على عثمان رضي الله عنه كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في معسكر علي رضي الله عنه والذين في معسكر معاوية رضي الله عنه. فمعاوية ومن معه من الصحابة رضوان الله عليه ومن التابعين يطالبون عليا بالقصاص من قتلة عثمان وإقامة حد الله عليهم، أو أن يسلمهم إليهم فيقيموا عليهم حد الله. وسيدنا علي رضي الله عنه موقفه واضح من قتلة عثمان، أنهم يسيطرون على زمام الأمر في المدينة، وفي حالة الإرهاب السائدة يومئذ لم يكن باستطاعة علي ولا غيره القصاص منهم. ولما انتقل علي من المدينة إلى العراق أصبحوا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم، ولا شك أن عليا أعلن البراءة منهم، ولكنه يرى أن قتلهم سيدنا علي رضي الله عنه، يعني يرى أن قتل هؤلاء يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لذلك الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي وتحدث به مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير رضي الله عنهما، فأذعنوا له وعذروا عليا رضي الله عنه ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه الفتنة. فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين كما ذكرنا في الحلقة الماضية في معركة الجمل. فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون، لأنهم يطالبون بحق سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام. وتقصير علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة، ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأولين فقد كان من مصلحة الإسلام ألا تنشب حرب صفين بين الفريقين الآخرين أو الآخرين فريقين الآخرين نعم. وقد اخترعت كتب ورسائل على لسان معاوية رضي الله عنه موجهة لسيدنا علي رضي الله عنه، أهاجت الفتنة ودفعته إلى الحرب. ولو أن علي رضي الله عنه لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية رضي الله عنه ساكنة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على ألا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. أيها الأحباب، صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قتال صفين للناس فيه أقوال سنذكرها الآن إن شاء الله. القول الأول: كلاهما كان مجتهدا مصيبا، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث، ممن يقول: ما هو معتمدهم؟ معتمد هذه الجملة أو هذا القول: كل مجتهد مصيب. ويقول هؤلاء: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية وطائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. هذا القول الأول. القول الثاني: منهم من يقول: المصيب أحدهما لا بعينه، وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول: علي هو المصيب، علي هو المصيب وحده، ومعاوية مجتهد مخطئ، وهو قول طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. هذا قول آخر غير القول الأول. ومنهم من يقول: كان الصواب ألا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن علي أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب. وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم. انتهى مختصرا من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نأتي أيها الأحباب الكرام، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم جميعا، إلى قول أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه
المشهور العواصم من القواصم. يقول: والذي تثلج به صدوركم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر بالخوارج وقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. وأصل هذا الحديث في مسلم، في صحيح مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، أي عند تفرق من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقال محقق الكتاب الأستاذ الكبير الكاتب محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليا ومعاوية ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق، وكانوا مخلصين في ذلك، والذين اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد، كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ، وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم، بشر معصوم عن أن يخطئ، وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى، وكذلك الآخر. وأما الآن نتابع في كلام الأستاذ محب الدين الخطيب: وأما من مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق، وإن قاتل معها والتحق بها، لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كائنا من كان استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم، سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالحي المسلمين، كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها. هذا يعد إصرارا منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. نتابع في كلام الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله: وإذا قلنا إن الطائفتين كانتا على الحق فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الطائفتين أو من الطائفتين، ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وسلم من التابعين. ونرى أن عليا المبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية
رضي الله عنه خال المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. سورة الحجرات. فلم يخرجهم عن الإيمان البغي والتأويل، ولا سلبهم اسم الأخوة. وقال صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتله الفئة الباغية. نأتي الآن نرجع إلى كلام الأستاذ محب الدين الخطيب، وقال الأستاذ محب الدين الخطيب: وقد كان معاوية يعرف من نفسه أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين، لأنه لم يردها ولم يبتدئها ولم يأتي لها إلا بعد أن خرج علي من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام. ولذلك لما قتل عمار رضي الله عنه قال معاوية رضي الله عنه: إنما قتله من أخرجه. ثم قال الأستاذ محب الدين الخطيب: وفي اعتقادي الشخصي أن كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان، لأنهم فتحوا باب الفتنة، ولأنهم واصلوا تسعير نارها، ولأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض، فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده، ومنهم عمار، ومنهم من هو أفضل من عمار كطلحة والزبير رضي الله عن الجميع، إلى أن انتهت فتنتهم بقتلهم عليا نفسه. هم قتلوا سيدنا علي هؤلاء رضي الله عنه، وقد كانوا من جنده وفي الطائفة التي كان قائما عليها. فالحديث أيها الأحباب الكرام من أعلام النبوة، والطائفتان المتقاتلتان في صفين كانتا طائفتين من المؤمنين، وعلي أفضل من معاوية، وعلي ومعاوية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دعائم دولة الإسلام، وكل ما وقع من الفتنة فإنه من مورئي أي من موقدي نارها، لأنهم السبب الأول فيها، فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها
كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع عنهما. وقال بعضهم، يعني نذكر هذا القول، وقال بعضهم الفئة الباغية بالإجماع هي الفئة السبائية، وهم قتلوا عمارا مع كونه في صفهم ليقيموا بذلك حجة على المسلمين. الآن سأذكر حديثين عن سيدنا علي ورأيه في أهل الشام. قال رجل من صفين: اللهم لعن أهل الشام. فقال له علي: لا تسب أهل الشام، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. وروي هذا الحديث مرفوعا من وجه آخر، وروى أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصري رحمه الله تعالى وابن سيرين ومكحول وأضرابهم، كل هؤلاء شيخهم أبو إدريس الخولاني، روى أن أبا الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام. وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. وروى هذا الحديث عدد من الصحابة، ومنهم الصحابي الجليل أبو أمامة، وكذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحباب، صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الليلة الغراء المباركة، ليلة الجمعة. نأتي أيها الأحباب إلى قصة مشهورة، وأكيد كلكم قد سمعتم بها، حتى الآن أولادنا في المدارس يسمعون بها، اللي هي قصة التحكيم. أنا سأقرأها من كتاب الجد الشيخ محمد علي مشعل رحمه الله تعالى، وسأعرضه أمامكم هذا الكتاب إن شاء الله. سأقرأها منه ثم سأعلق يعني بما وجدته من مراجع عن هذه القصة. يقول رحمه الله تعالى ورحم جميع مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا: معركة صفين تسيطر عليها آداب الإسلام، معاوية يعترف بفضل علي ويقدمه على نفسه وصرح بذلك كثيرا، وهذا هو الظن به رضي الله عنه، ولكنه يشترط القصاص من قتلة عثمان حتى يبايع علي بالخلافة. وسيدنا علي رضي الله عنه يرى أن معاوية ومن معه يجب أن يخضعوا للخليفة ويتعاونوا معه على تحقيق حكم الله. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يومئذ، يعني يوم صار معركة صفين: ليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش. في معركة بينهما قال: لا، يعني لا نمنعهم من الماء مهما اختلفنا، هؤلاء إخواننا. وقد تمثلت آداب الحرب في الإسلام في هذه المعركة: لا تقتلوا مدبرا، لا تقتلوا مدبرا،
ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل. فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تهيجوا امرأة بأذى. وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس. وكانت الحرب تقف مساء في الليل وعند سماع الأذى. خاف المسلمون أن يثني بعضهم بعضا، فتمنوا ما ينقذهم ويوقف القتال. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يفكر مليا بذلك، كيف نوقف القتال، حتى اهتدى إلى فكرة التحكيم ليوقف تلك المقتلة الكبرى. وعند ذلك أبدى الفكرة لسيدنا معاوية رضي الله عنه، ففرح بها ورفع جيش الشام المصاحف، فهاب جيش علي قتاله وتوقف القتال والحمد لله. واختار علي ومن معه أبا موسى الأشعري، واختار معاوية ومن معه عمرو بن العاص. وسبب اختيار أبي موسى لفقهه وحرصه على الإصلاح، وكان قد اعتزل الناس بعيدا عن الفتنة، تقيا ثقفا فقيها عالما رضي الله عنه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر رضي الله عنه وأثنى عليه بالفهم. الآن روايات كثيرة في هذا الموضوع المهم، أنا أختار الخلاصة حتى لا أطيل عليكم أيها الأحباب. سأختار خلاصة حتى ما أطول عليكم. المهم يا أيها الأساتذة الكرام، أيها الأحباب، انتهت معركة الصفين كما حكينا الآن كمقدمة بالتحكيم، أي توقفوا عن القتال بأن رفعت المصاحف على الرماح، ورضي علي رضي الله عنه بالتحكيم ورجع إلى الكوفة، ورجع معاوية رضي الله عنه إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضان، وأرسل علي أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية عمرو بن العاص. وقصة التحكيم المشهورة هي أن عمرو بن العاص اتفق مع أبي موسى الأشعري على عزل علي ومعاوية، فصعد أبو موسى الأشعري المنبر وقال: أنا أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا، ثم نزع خاتمه. وقام عمرو بن العاص وقال: وأنا أنزع عليا كذلك كما نزعه أبو موسى الأشعري وكما أنزع خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. فكثر اللغط، وخرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة
ولم يذهب إلى علي في الكوفة خجلا، لأن عمرو بن العاص قد غشه. ورجع عمرو بن العاص إلى الشام. لا تزعلوا مني، قصة مكذوبة هاي. شفتوا زعلتوا، هاي قصة مكذوبة، تمام؟ هذه طبعا مزورة مكذوبة، بطلها الحكاية الذي تكلمنا عنه في بداية هذه الحلقة، أبو مخنف الرافضي الذي كان يضع الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم ويزورهم ويكذب، معروف بالكذب أبو مخنف، الذي ذكرناه أكثر من مرة. والآن سنذكر القصة الصحيحة كما رواها أهل الحق، وهي أن عمرو بن العاص التقى مع أبي موسى الأشعري فقال: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسى: أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. فقال عمرو بن العاص: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسى: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ثم انتهى الأمر على هذا، فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية بهذا الخبر، ورجع أبو موسى إلى علي به رضي الله عن الجميع، تمام؟ والرواية الأولى التي قصصتها واستغربتم منها لا شك أنها باطلة لثلاثة أمور: السند، أولا السند ضعيف، فيه أبو مخنف الكذاب. ثانيا خليفة المسلمين لا يعزله أبو موسى الأشعري ولا غيره، إذ لا يعزل عند أهل السنة بهذه السهولة، فكيف يتفق رجلان على عزل أمير المؤمنين؟ هذا كلام غير صحيح، والذي وقع في التحكيم أيها الأحباب هو أنهما اتفقا على أن يبقى علي في الكوفة وهو خليفة المسلمين، وأن يبقى معاوية في الشام أميرا عليها، وأن تتوقف الحرب بينهما. وذكرنا الرواية الصحيحة التي اخترناها من بين الروايات. يعني تقريبا أنا يعني انتهيت من موضوع معركة صفين. أختم: من اشترك ومن لم يشترك في هذه المعركة؟ معي خمس دقائق إن شاء الله سأنتهي، من اشترك من الصحابة في هذه المعركة، أو نجيب الاثنتين مع بعض، معركة الجمل وصفين، من اشترك ومن لم يشترك؟ صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة الذين شهدوا الجمل أو صفين هم علي، الزبير، طلحة، عائشة، ابن الزبير، الحسن، الحسين، عمار، ابن عباس، معاوية، عمرو بن العاص، قيس بن سعد، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبد الله، خزيمة بن ثابت، أبو قتادة، أبو الهيثم بن التيهان، سهل بن سعد، جابر بن عبد الله، عبد الله بن جعفر، عدي بن حاتم، الأشعث بن قيس،
جارية بن قدامة، فضالة بن عبيد، النعمان بن بشير. والذين امتنعوا ولم يشاركوا في الجمل أو صفين هم سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، أبو هريرة، زيد بن ثابت، عمران بن حسين، أنس بن مالك، أبو بكر الثقفي، الأحنف بن قيس، أبو أيوب الأنصاري، أبو موسى الأشعري، أبو مسعود الأنصاري، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، عبد الله بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو برزة الأسلمي، أهبان بن صيفي، سلمة بن الأكوع، بل جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يشتركوا في هاتين المعركتين. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. أنا اليوم انتهيت من معركة الصفين، وإن شاء الله يكون جلينا هذه المعركة وموضوع التحكيم، وبقي لنا إن شاء الله حلقة أخيرة في الحقبة الراشدة، اللي هي الحلقة العشرون، ستكون عن معركة النهروان واستشهاد أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتولي الخلافة لابنه، وتولي الخلافة لسيدنا الحسن بن علي، وتنازله عن الخلافة بعد 6 أشهر لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان، سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.